أننا اعتمدنا أولا على إمكاناتنا الخاصة وتمويلنا الخاص، لأننا كنا دائما نحرص على هذه النقطة في حركة رشاد أن تكون استقلالية الموارد، لأن هي التي تضمن إن شاء الله استقلالية الموقف. نحن نريد تغييرا للجزائر في الجزائر ومن طرف جزائريين وبوسائل جزائرية. وهذا بالنسبة لنا في حركة رشاد هو أمر يستدعي تغيير جذري لهذا النظام وطرد ولد قابلية ومن معه ومن معه على شاكلته من سدة الحكم في الجزائر، لأنه لا يمكن لجزائري غيور على وطنه وعلى بلده أن يسمح لهؤلاء أن يدوسوا حتى الدستور الجزائري. الدستور الجزائري يضمن الحرية وممارسة السياسة لكل جزائري، أحب ولد قابلية أم كان شيء آخر، ليس له أن يكون هو الذي يقرر باسم الجزائري. C'est que le pouvoir en place n'a qu'une seule vision pour ce pays. Il en a une vision possessive, c'est-à-dire que le pays lui appartient, son peuple lui appartient, ses richesses lui appartiennent, et à partir de ce moment-là, il se permettra de gérer ce peuple de toutes les façons qui lui permettent de maintenir sa chose, son peuple, son pays. On en arrive à des dérives sanguinaires où nous voyons, où nous avons malheureusement vu un pouvoir responsable d'une manière directe ou indirecte de la mort de centaines de milliers de ses concitoyens. أساسه جهاز مخابراتي اللي جابوا التفليقة واللي جابوا ضياف واللي مازال على رأس هذه الأجهزة إلى اليوم، وهذا الجهاز هو الذي ينبغي أن يوضع حد لترهاته ولعبثه بهذا الوطن. The military intelligence who is the real power in Algeria and they want to make sure Bouteflika stays there for a couple of more years just to give them enough time to find a solution that would better serve their interests, their power in Algeria. ولم نكن نظن أن مثل هذا التحرك سيدخل الرعب في يعني صدر هذا النظام، وإن دل ذلك على شيء فإنه دال على أنه نظام هش يخشى أي كلمة. احنا نتكلم فقط، ما عناش أشياء أخرى. أبشر كل إخواني وكل المشاهدين أن هذا التصرف المشين والحقيقة الذي لم يأتي في محله من النظام الجزائري ما يكون من شأنه إلا أن يزيدنا عزيمة على المضي قدما.